غيرنا الطاجين، نحط اللحم. ثانية بحط زيتون اللي فيه سبايسي، يعني بيه يطلع سبايسي شوي الطاجين. يعني كيف طالع؟ شوف ما شاء الله، يا الله يا الله الريحة، يا الله النكهة، ما شاء الله تبارك الله. المغاربة فنانين في الأكل، وهذه واحدة من أكلاتهم. طبعا إذا أنا خربت شوي يعني ما يزعلون مني، لازم أجربها. المرق والزيتون، شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكفي واحدة. طبعا حاط الخبز مكان هذا عشان ما يبرد الخبز نفسه. ما قدرت اوقف الصراحة. شوف اعطيها بعد كذا شوي، شوف كيف شيء ما شاء الله تبارك الله. زيتون